مرة تانية للأقصر ونتابع برضو ايه اللي حصل فيها النهاردة مع الزميلة إيمان حسن. طبعا ده هم اصلا مستنيين اليوم ده من بدري عشان يجوا ينتخبوا معايا. ما شاء الله هم فرحانين كمان، حاطين حبل واحد لساري صوابعهم، فرحانين بالموضوع جدا وهم اختاروا معايا اصلا. هم فاهمين الوضع ايه، فاهمين هم فاهمين كل حاجه، فاهمين ان احنا الستات لازم والاطفال بكره وبعده لما يكبروا ويشاركوا. طبعا طبعا فاهمين كل حاجه، البنات والشباب لغايه دلوقتي احنا خلاص يعني باقي يعني دقائق والبنت لا لازم كله ينزل يشارك، يعني احنا لينا صوت ولينا رأي ومن حقنا نختار مين يبقى رئيسنا، فلا ما ينفعش نبقى سلبيين، يعني لازم كله يبقى ايجابي ولازم كله ينزل ويشارك. انا عايزه اعرف انت النهارده احساسك ايه وانت هنا في المدرسه مع ماما واختك وشايفين كده في رحله جميله؟ مبسوط خالص. مبسوطه انك انت هتظهري على التلفزيون النهارده وانك انت شاركتي في الانتخابات، شفتي المستشارين هنا وشفتي الحل. اكتر حاجه عجبتك ايه؟ دول حاجه حلوه ان شاء الله. مصر دايما ناجحه ودايما منصوره برئيسنا القادم ان شاء الله، وتحيا مصر وان شاء الله الخير القادم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر. الناس خلال الثلاث ايام اللي فاتت فعلا كانت الصوره مشرفه والتواجد بشكل متوازن من اول يوم، ولا النهارده في اخر يوم شايفه الاقبال اكتر؟ انا شايفه، لا انا شايفه بالنسبه لصعيد مصر وبالنسبه لمحافظه الاقصر بالاخص بما اني انا موجوده فيها، في ثقافة عالية بالنسبة للمرأة، كلها نزلت تنتخب طبعا وتدي بصوتها لأن عارفة إن صوتها مهم جدا بالنسبة لدولتها أو لمصر بلدنا طبعا الجميلة. وأول يوم زي تاني يوم زي تالت يوم الإقبال شديد جدا 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 بما يرضي الله، بما يرضي الله. يعني شفنا مسيرات كثيرة للسيدات، شاركة الرجال في المسيرات كمان في الجوز، يعني كانت توجد بيها الشوارع، السيدات تواجدوا خارج نطاق اللجان، وخاصة يمكن هنا عدد كبير جدا من السيدات يفوق عدد الرجال. طبعا يا فندم، ومش عايزه اقول لمعاليك ان كمان حتى الستات العواجيز اللي مش قادره تمشي عيالهم جايبينهم، اللي جايبينهم على الكراسي واللي جايبينهم بالعكاز واللي جايبينهم في عربيات، يعني مش عايزه اقول لمعاليك انا اللي فرح، يعني اللي خلاني فرحت اكتر ان كمان حتى كبير السن سواء راجل او ست جايين يشاركوا من اول لحظه. والاطفال الصغيرين والله انت عارفه معاليك، يعني اول يوم في اللجنه دخل علينا كبار السن اكتر ناس، بعد كده الشباب ومش عارف ايه والسيدات، فالحمد لله يعني مصر منصوره بشعبها الجميل المحترم.